مرحبا بنات، معاكم خبيرة التجميل النوشة. اليوم سويت لكم ميك اب توتوريال حق اكثر لوك سبب ضجة في الانستغرام، وحطيت لكم كل المنتجات اللي استخدمتها باللوك بداية الفيديو عشان تقدرون تسوون سكرين شوت، وكل المنتجات اللي استخدمتها متوفرة في بوتيكي. أول شيء بلشت فيه بتجهيز البشرة بالروز جولد أويل. هذا الأويل وايد وايد عجيب، يخلي الفونديشن كله قطعة واحدة بدون ما يتشقق معاك أو يتكتل معاك during the day. وبعدها استخدمت فونديشن من ميك اب فوريفر والكونسيلر ووتر بروف من أربن ديكاي. حق اللي تعاني من خطوط تحت العين، هذا الكونسيلر خيال، راح يخلي تحت العين كنا فوتوشوب. وبعدها استخدمنا الكونتور من نفس الباليت من ميك اب فوريفر، وراح تلاحظون بعد ما ادمج كل شيء راح اخلي البشره ترتاح شويه قبل ما اثبت كل شيء بلوس باودر عشان ما يكتل معنا. اللوس باودر اللي استخدمته بتثبيت الميك اب هو اوبال، وبعدين سيده بلشت بالعين، وراح تلاحظون اني بلشت بدرجات انتقاليه دافيه وتدريجيا ابدي اغمج الدرجات علشان ما يصير عندنا هارش لاينز او خطوط بين الدرجات، ويكون كلها ذايبه ببعضها. استخدمت لها الرموش اللي دائما احب استخدمها حق العرايس من SS Line، تسحب العين بطريقه وايد حلوه وتبطل العين وتكبرها. ونفس الدرجات اللي استخدمتها حق فوق العين هم موهتها على اللاش لاين، اللور لاش لاين. وبالنهايه سويت الفينش لوك مع بلاشر من نارس، واستخدمت لها الاضاءه اللي دائما تسالوني عنها من لايم كرايم، وخلطت لها لونين من الحمر من اوفرا وميك اب فوريفر. اتمنى ان عجبكم التوتوريال وكان سهل عليكم، وسي يو نيكست تايم.